مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هادي في الملعب. طبعا قبل اي شيء انا بحب انعي اسرة الفنان القدير طلعت زكريا بوفاته امس. طبعا احنا كلنا طبعا عارفين طلعت زكريا وهو من الفنانين الكوميديا، كنا بنستمتع جدا من تمثيله وفنان قدير، وفعلا الفن هيخسر فنان مثل لطلعت زكريا. طبعا انا بنعي اسرته، وطبعا احنا كلنا حزنا على الخبر لما سمعنا بخبر وفاته امس. فقبل اي شيء انا برنامج رياضي، بس احنا برضو كرياضيين لما بنتابع في الفن او في التمثيل وبنتابع شخص زي طلعت زكريا، شخص محترم جدا في تمثيله، لا شفنا له اي حاجه كده ولا كده، لا شخص فعلا تمثيله، شخص تمثيله حاجه كويسه جدا. الله يرحمه يعني قبل اي شيء، الله يرحمه. وانا بنعي اسره الفنان القدير طلعت زكريا. طبعا النهارده انا طالع طول الحلقه هكون لوحدي، مش هيبقى معايا اي ضيوف ولا معايا اي حد. هنفتح المداخلات وهنعمل مكالمات مع بعض المسؤولين في الرياضة، وهنفتح مداخلات للي عايز يوصل أي رسالة أو عايز يتواصل مع إيه مع البرنامج معانا. النهاردة طبعا يعني إحنا النهاردة 10 أكتوبر، المفروض كنت اتكلمت شوية على نصر أكتوبر، بس أنا النهاردة أنا برنامجي رياضة بس، فإحنا برضو هنحاول نعمل فقرة غنائية مع بعض الزملاء المطربين. هتكون برضو حاجة هتغني لنا حاجة وطنية للأسر، ل 6 أكتوبر وشهر أكتوبر العريق، وطبعا على حرب أكتوبر والأمجاد اللي احنا شفناها للجيش المصري. فدي طبعا هتكون جزء من فقرتنا أو جزء من حلقتنا النهاردة. هنتكلم عن آخر مستجدات الرياضة، وهنتكلم عن قرعة البطولة الأفريقية أمس ما بين الأهلي والزمالك وبعض بعض أندية البطولة الأفريقية. وطبعا يعني هل نادي الزمالك هيكمل المشوار؟ طبعا احنا شفنا اللي حصل قبل أمس، إن الاتحاد الأفريقي لما اجتمع أخذ قرار بإعادة مباراة نادي الزمالك والفريق السنغالي. طبعا احنا هنا شايفين إن في ظلم، في ظلم، لان نادي الزمالك ما ي... انت على اني نيابه يعني، ده اتحاد افريقي، ده اتحاد، ده من امتى؟ انا مش فاهم، كان من امتى الاتحاد الافريقي كان مثلا لما ياخد قرار بلعب المباراه ونادي الزمالك يروح والحكام تروح والمراقب يروح والدنيا كلها تروح، وفي الاخر يعلن بوصول نادي الزمالك لدور المجموعات، وفجاه الاقي نادي الزمالك يلعب المباراه تاني؟ ده انهي قرار؟ ده هي ماشية بقى بالوسايط يعني ولا ايه؟ يعني مثلا يعني هو بيقول لك هم ليهم مثلا يد في الاتحاد الافريقي، طب ما احنا مالينا يد؟ ليه احنا ما بنتدخلش؟ لو احنا نتكلم على اتحاد الكورة ولينا اليد اللي احنا لينا جوه اتحاد الكورة، ليه احنا ما بنتدخلش؟ ليه احنا ما بنتكلمش؟ ولا لا؟ احنا عندنا اصل نسيب الاتحاد الافريقي هو اللي يتكلم، هو اللي يحدد، هم ما يظلموناش، ما نتدخلش. وفجأة افاجئ بعد كل جماهير نادي الزمالك والناس كلها متعشمه، احنا خلاص صعدنا والفرحه تمت، اجي فجاه الاقي ان نادي الزمالك هيتعادل مباراه يوم 24 اكتوبر مع الفريق السنغالي وفي القاهره. نادي الزمالك هيصعد، هيصعد او مش هيصعد؟ هيوصل او مش هيوصل؟ طبعا في بعض الكلام من سياده المستشار عايز يتم تاجيل لقاء القمه. وطبعا يعني اتحاد الكره المصري طبعا جاء في الوقت الحالي فرض شخصيته، لا انا ما اجلش، الدوري هيكمل بهذه الطبيعه، انا ما اجلش. يوم 19 10 هيكون مباراه الزمالك والاهلي، ويوم 24 نادي الزمالك والفريق السنغالي. طبعا هو اكيد يعني مباراتين صعبه على نادي الزمالك، نادي الزمالك محتاج انه يكسب على الاقل 1-0 او 2-0 علشان يتم صعوده لدور المجموعات، فهيكون عنده مباراة أقوى لنادي الأهلي يوم 19، فهتكون مباراة صعبة جدا على نادي الزمالك. وطبعا احنا عارفين ان نادي الأهلي الفترة الحالية وهو في حالاته جدا جدا، فهو أكيد سيادة المستشار خايف على لعيبته من الإصابات. فأنا بقول لك برضه، أنا لو حصل لا قدر الله خسارة من النادي الأهلي، هطلع لعيبتي معنويا ازاي من مباراة القمة وأدخلهم لمباراة قوية وفيها الحسم، مباراة الفريق السنغالي؟ فانا محتاج ادخل المباراه دي وانا عندي بكامل لعيبتي، بكامل لعيبه تكون معنوياتها عاليه تقدر تدير
مباراة تكون مباراة قوية. احنا كلنا ما عندناش شك، او كلنا واثقين في نادي الزمالك ان هو ان شاء الله هيتخطى هذه المرحلة وهيكسب الفريق السنغالي. كلنا ان شاء الله واثقين من نادي الزمالك. نادي الزمالك هو فريق قوي وفريق عنده امكانيات وفريق يقدر ينافس على بطولة افريقيا السنة دي مع النادي الاهلي. لو احنا شايفين انه في ضربات الفترة الاخيرة في نادي الزمالك في الدوري، فده احنا ممكن نتكلم ونقول ان ده مثلا يعني المدرب كان ماشي كويس. طبعا احنا عرفنا انه نادي مصر تعادلوا معاهم 1-1، فريح في بعض اللعيبه، فهو قال لك انا هدي الثقه الكامله للبدلاء، ابدا بالبدلاء المباراه دي وقادر بجرب. فهم طبعا قال ان احنا هنعمل المباراه دي باللعيبه البدلاء معانا علشان نجرب اللعيبه دي هتقدر فعلا يبقى معانا بدلاء قويه، يبقى معانا دكه قويه. فطبعا يعني هو بعد المباراه نادي الزمالك اللعيبه البدلاء اللي هو نزلهم لهم قدوا مباراه جيده جدا، بس هو طلع بعد المباراه في الصحافه اتكلم وقال انا عندي فريقتي اديت كويس، بس هي عدم تنظيم في الملعب. ده شيء محترم جدا ان هو برضه بيرفع من معنويات لعيبته، ومفيش اي مشكله لما انك انت ترفع من معنويات حتى لو انت خسرت، وده شيء جيد جدا. نادي الزمالك ان شاء الله هيلعب يوم 24 مع الفريق السنغالي وهيكسب باذن الله بكامل نجومه بدون اي اصابات، وان شاء الله هتكون مباراه قويه ما بين النادي الزمالك وما بين النادي الاهلي، وهتتلعب المباراه ما فيش اي تاجيل للمباراه، وهتتلعب المباراه وان شاء الله هتكون مباراه جيده جدا وهنستمتع. فهتكون المباراه دي ان شاء الله يوم 19 اكتوبر. وطبعا بما اننا احنا في شهر اكتوبر معانا مداخله بقى تليفونيه مع الفنانه القديره عنان المطربه الغنائيه اللي هتستمتعنا وهتمتعنا النهارده. فنانه اهلا بيك يا هادي، انت عامله ايه؟ كويس الحمد لله، منوره الدنيا حبيبي. دنورك، ربنا يخليكي. طبعا انا اولا ده شرف ليا انك انت تعملي معايا مداخله، وطبعا هتغني لنا اغاني وطنيه طبعا. عشان نكون متفقين يعني. ان شاء الله طبعا، وان شاء الله انت هتنوريني هنا في البرنامج، لان احنا برضو انا عارف انك انت بتنتمي لنادي ايه؟ الاهلي. الزمالك. الزمالك، انا من عيله كرويه اصلا وبنتمي لنادي الزمالك جدا. تمام، هنتفرج كلنا على الماتش ان شاء الله يوم 24. ان شاء الله يوم 19 مباراه الاهلي والزمالك. 19. طب احنا قبل ما تغني يا عنان، تتوقعي ان مباراه القمه ايه؟ بس بامانه، اديكي شايفه اداء نادي الاهلي الفتره الاخيره واداء نادي الزمالك، تتوقعي ان مباراه القمه ايه؟ الحقيقه هو الزمالك بيفاجئنا، تمام؟ ساعات بتبقى مفاجآت كويسه جدا. ايوه، ساعات بتبقى مفاجآت صادمه. الحقيقه انا فعلا من العيله الكرويه، بس مش بفهم في الكوره جدا، بس في حاجات مش محتاج الواحد ان هو يفهم في الكوره عشان يستوعبها. فاهمني؟ تمام. خلاص احنا خلينا بقى في الاغنيه. أيوة اللي انت هتقدمها لنا. الكوره خالص. هتقدمي لنا اغنيه ايه يا عنان؟ والله هو مصر ليها اغاني عظيمه جدا، بس وانا احب اغني اغنيه كابلاتي. تمام، كويس. طيب ماشي، انا هبدا. انا اتفضلي. بلادي يا احلى البلاد يا بلادي، فداكي انا والولاد يا بلادي، فداكي يا بلادي. بلادي يا بلادي يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. ما شافش الولاد السم الشداد والعجل اتولد، ولا شاف العلاج في عيون الولاد وتحدي الذنب، ولا شافين في أحضان الشجر، ولا سمع مويل في ليالي القمر. أصله معداش على مصر، أصله معداش على مصر. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر،
يا حبيبتي يا موت يا الله عليك الله عذرا بس عليك. على التقطيع اللي بقطعه ده مش حافظاه قوي. طبعا انت بتغني في مطربة برضو، عايزين نعرف السادة المشاهدين، شعبية ولا طرب ولا ايه؟ لا لا طرب طرب بس لا ما بعرفش اغني شعبي خالص. طرب. طب احنا برضو عايزين اغنية تانية. انت طبعا انا متفق أغنية معاك تانية؟ على ان في اغنيتين عشان تكوني فاهمة، خلينا بسرعة على الهوا. ايوه ما نتهربش. أيوة مظبوط صح مظبوط. طب بص يا اتفضلي. هادي ساعدني، طيب قول لي أنت عايز تسمع أغنية إيه؟ طب انا ممكن اقول لك على اغنية انت مش حافظاها. لا لا قول أنت بس إن شاء الله هتكون حافظاهم. حبيبتي يا مصر، ما لسه مخلصاها يا بابا. لا شادية، ما هو اللي أنا لسه مخلصاها دي حبيبتي يا مصر بتاعت شادي. لا والله. طب خلي الصلاح صاحي بقى، يلا اديها. ياه لا لا شوف حاجة تانية دي صعبة لا أوي. مش ايه، في ايه، خلاص يبقى انت اللي تغني بقى، اصل انا قلت لك. أيوة أنا اللي أغني. ماشي خلاص أغني بحبك وحسيني. طبعا كل ماشي. الناس عارفة إن هي المصري طبعا. خلاص تمام. وبحبك وحشتيني بحبك وانتي نور عيني ده وانتي مطلعة عيني بحبك موت. لفيت قد ايه لفيت ما لقيت غير في حضنك بيت وبويت انا حنيت بعيني والصوت وكأن الوقت في بعدك واقف ما بيمشيش وكأنك كنت معايا بعدت وما بعدتيش في دم حبيبتي وأمي ودايما أكون ببتدي أعيش. بعدت وقلت أعمل إيه من اختار فرقته بإيدي لكن حبك ده ما نسيتهوش وعاش فيا. ليه اتأسف على الغيبة ما جبتيش لحظة قريبة محدش عنده كده طيبة وحنية وكأن الوقت في بعدك واقف ما بيمشيش وكأنك كنت معايا بعدت وما بعدتيش في دم حبيبتي وأمي ودايما أكون ببتدي أعيش. وبحبك ده مصر طبعا. وحشتيني بحبك وانتي نور يا عيني ده وانتي مطلعين بحبك موت. برافو عليك، دي المصر. انت ما ذكرتيش مصر في الاخر برضو. حبيبتنا كلنا طبعا الصوت الجميل، الفنانة القديرة عنان. طبعا اهو. العشاء عند مين بكرة بقى؟ الغداء. عندك يا هادي عندك يا خلاص هادي ماشي اتفقنا. حبيبتي شكرا قوي ليك يا عنان. طبعا بعد ما استمتعنا بالاغنيتين الجمال جدا من الفنانه الجميله عنان، احنا هنتحول بقى وهنتكلم عن الرياضه، وهنتكلم عن مشكله كهرباء في الفتره الاخيره. طبعا كهرباء كل يعلم ان هو اتعاقد مع النادي الاهلي 4 سنين ونص. في ناس كتير قوي في النادي الاهلي نفى الكلام ده، بس هو دي الحقيقه. يعني في ناس كتير قوي في النادي الاهلي نفى الكلام ده، او ما حدش اعلن بده، بس هي دي الحقيقه. اكتر اثبات من ده ان النادي الاهلي النهارده كان في احتفاليه تتويج النادي الاهلي بالدوري ال41، كان كهربا موجود في التتويج ده، مع انه كهربا في الموسم ال41 للنادي الاهلي كان مشارك للنادي الزمالك، كان بيشارك مع نادي الزمالك. ناس كتير قوي جوه النادي الاهلي ما حدش اتكلم عشان ما يعملوش مشاكل او ما يعملوش ضجه، بس مستنيين الوقت المناسب لاعلان كهربا، لاعلان صفقه كهربا للنادي الاهلي. بس كهربا في النادي الاهلي من يناير القادم ب4 سنين ونص.
هنعمل مداخلات دلوقتي برضو، احنا هنتكلم وهنتناقش مع مداخلتنا في صفقة كهربا للنادي الاهلي هتكون مفيدة ام لا. طبعا احنا عارفين ان كهربا لاعب عالي جدا، لاعب مستواه يقدر او هو يلعب للنادي الاهلي لا هيقدر يدي. فطبعا يعني احنا النادي الاهلي عنده طبعا بعض من الصفقات وعنده نجوم كتير جدا، لا ويقدر يلعب في وجود النجوم دي او مش هيلعب. طبعا ده احنا هنسأل فيها مع الكابتن ابراهيم مدبولي. اهلا بحضرتك يا كابتن. الو السلام عليكم. كابتن الو، ابراهيم دولي، ايوه يا حبيبي، ازاي؟ عامل ايه؟ تمام يا حبيبي، الحمد انت لله. منور الدنيا نورك يا حبيبي، ربنا حبيبي. يخليك. كابتن ابراهيم، طبعا انا طبعا دي شيء جميل جدا، او انا بتشرف بحضرتك بمكالمة حضرتك معايا. قبل اي شيء هنتكلم على مشكلة كهرباء وعمر الوحش ربنا يخليك يا حبيبي، ده شرف ليا انا حبيبي. والله. وهنتكلم طبعا، هنبدأ زي ما انت تقول بقى، تبدأ بعمر الوحش ولا بكهرباء؟ انت عايزنا نبدا من هنا؟ خلينا يعني بعمر خلينا الوحش، بعمر، بداية بعمر الوحش عشان انت في اسماعيلية وابن نادي الاسماعيلي. ربنا يخليك يا حبيبي. طيب هو عمر دلوقتي معاه مشكله والله. عمر طبعا معظم جماهير مصر كلها عارفاه، طبعا جماهير الاهلي والزمالك. عمر موهبه محترمه جدا ولاعيب كبير قوي، والده طبعا كابتن طارق الوحش طبعا جيل الذهب النادي الاسماعيلي. طبعا عمر ظلم كتير في النادي، وباشمهندس ابراهيم عثمان يعني زي ما بنقول كده باللغه البلدي بتاعتنا ان هو حط في دماغه شويه. طبعا كنت في مداخله قبل كده اتكلمت معاك فيها ان باهر كان خلص القصه ان هو نزل الملعب، لكن القصه ما خلصتش. فاكر انا قلت لك كده بالظبط يعني؟ تمام. لكن هي فعلا القصه ما خلصتش، والقصه ما زالت ما خلصتش انت كنت لحد قايل لي ان الان. هي القصه خلصت وانتهت والعلاقه بقت احسن. نزلت لا انا قلت انت ان هو نزل تمرين، نزل الملعب، لكن القصه قلت ما زالت موجوده، ما زالت موجوده مستمره. لكن طب ايه سببها يا كابتن؟ والله هو مع ما هو يعني هي في مشاكل في النادي الاسماعيلي كتير، هو مش عمر بس، يعني هي في مشاكل كتير مع لعيبه كتير، ولعيبه مشيت قبل كده برضه. يعني معظم الناس دلوقتي اللعيبه اللي بتمشي من النادي الاسماعيلي مش عايزين يلقوا تاني. وفي لعيبه انت عارف دلوقتي اللعيبه بتتكلم بعضها بقى، النادي لا ما ينفعش، خاصه مع سمعه العثمانيين دلوقتي غير زمان. يعني سمعه الناس دي دلوقتي ما فيش حاجه، ما فيش حد عايز يجي النادي بسببهم. تمام يعني بسببهم هو فين النادي الاسماعيلي؟ النادي الاسماعيلي بينافس على، فعلا. يعني انت بتبقى واخد مركز تاني، ودلوقتي احنا كنا بننافس على الهبوط الموسم اللي فات يعني. فطبعا الجمعيه العموميه دي طبعا تبع مهندس ابراهيم عثمان، كلهم موظفين في المقاولين العرب، وكانوا بيجوا اصلا من بره اسماعيليه بوجبه و200 جنيه، وجبه من كنتاكي و200 جنيه، ولا هم ليهم حق تصويت ولا اي حاجه، بس طبعا كلها مطبوخه يعني. طبعا فعمر الوحش موهبه كبيره، هو الراجل حاطه في دماغه، وكان جاي له عرض من المصري، حتى وقتها طلب من كابتن اياد جلال، طلب منه 8 مليون جنيه عشان يروح المصري، وعمر ما كانش بيشارك اصلا. لكن عمر عشان كابتن اياد عارف امكانياته كويس جدا، وعارف ان هو ده، انا دايما بقول ان عمر بديل عبد الله السعيد في مصر، انا بقول دايما عمر بديل بس عبد هو الله السعيد مظلوم، في بس مصر. هو مظلوم، طبعا لو ياخد اه الحق طبعا هيرجع. طبعا يمكن عارفين عمر كلنا عمر الوحش وتابعناه، لا فعلا لاعب محترم، لاعب واقف على رجله، بس يعدي من الكابو ده على خير. بس يا رب يا رب ان شاء الله يا رب. والله يا عمر لعيب كبير ويستاهل كل خير، وخلي بالك عمر كابتن فريق، يعني عمر كابتن فريق، وفي حاجات انا ممكن اقولها مع حضرتك دلوقتي. يعني في حاجات عمر يعني اخذ من نادي، لا يعني طول السنين دي كلها ما خدش يعني 250 من 1000 جنيه عمر كان بيديهم للعيبه، عمر كان بيدفع الفلوس دي من جيبه. دي بقى دور حبه القياده حبه بجد، في النادي يا كابتن، مش دور بيتقدر القياده بالمال. حبا في النادي. برافو عليك، حبا في النادي، ان هو لغايه دلوقتي ما زال لحد الان مش عايز تقدر تقول يسمع خليفة شكوى حسني عن عبد الرب النادي. يا كابتن، نعم تقدر تقول خليفة حسني عبد الرب. والله حسني عبد ربه لعيب كبير، بس انا دايما بقول ان عمر الوحش خليفه عبد الله السعيد، لان لا لا عمر انا ما جاش بتكلم خليفة حسني عبد الرب في حب المبدأ النادي يعني. والأصل طبعا وكده، في الأصول. عمر عمر صغير في السن لكن عنده دور قيادي يعني كان وجوده قياده، في النادي حبا بس في النادي، يعني ما كانش حبا كان في النادي يضحي، لا طبعا. عايز أهلي ولا زمالك دليل ولا أي حاجة. بالظبط، الدليل كده ان كان الزمالك فتح معاه خط اتصال قبل كده، وهو طبعا الفتره اللي كان متالق فيها مع النادي الاسماعيلي، أيوه وانديه كتير طلبته. يعني الدليل ان عمر لحد الان انديه بتطلبه، لكن كنا عمر سمعنا إن هو وقع عمر للأهلي، ده الكلام ده كان حقيقي؟
عمر الانديه كتير، انديه كتير كلمته، تمام، انديه كتير ان كلمته شاء يعني. الله، ان شاء الله فربنا مشكلته تتحل باذن الله. يا رب يا رب تتحل. وعمر لعيب على المستوى الشخصي لعيب محترم جدا جدا جدا، في ابتناته اقرب وقت متربي باذن الله. وعينه مليانه يعني، ابتناته طبعا طبعا محترم وعينه مليانه ومتربي يعني. طبعا فاسمع عيلته هنا في اسماعيليه حاجه كده لا تقل عن عيلة ابو جريش يعني. طبعا. بما ان حضرتك بقى صديق لكهربا، احنا عايزين نسمع منك، كهربا هل فعلا وقع عقود ب4 سنين ونص للنادي الاهلي وفعلا في يناير في النادي الاهلي، ولا دي مجرد اشاعات بنسمعها ولا ايه؟ مع انه كهربا النهارده كان في حفل تتويج النادي الاهلي بالدوري. لا لا لا، هو الكلام ده غير صحيح. كهربا ما راحش حفله ولا اي حاجه، لا كهربا هو كان موجود في موجود، البيت. لا فعلا كان موجود، الصور موجوده معايا، الصور عرضها لا دلوقتي. لا لا، الصور دي قديمه، لا دي لسه حالا. مش الصوره اللي هي مع رمضان صبحي. لا بس لسه دي لسه حالا دلوقتي يعني، هو انا شايفه في الفيديو حتى وفي اللقاء على اون سبورت. لا انا ما انا شفت الصور دي اتبعتت لي، لكن هي صور قديمه، تمام. هي طب مش صور توقيع قديمه. كهربا ل4 سنين ونص للنادي الاهلي ده حقيقي؟ انا برضو ما ولا انت اقدرش مش عايز تدي الاكيد انا برضو؟ لا لان في انا نادي ما الاهلي اقدرش برضو مغطين على الموضوع. انا بحترم جمهور النادي الاهلي، جمهور فوق دماغي طبعا، جمهور محترم، وتربطني بيهم علاقه كويسه جدا وعلاقه قويه جدا، اه وتربطني برضو بعلاقه بجمهور نادي الزمالك، جمهور محترم طبعا وجمهور المفروض يتقبل الموقف لان معظمهم عارف الحقيقه. فدلوقتي احنا بنقابل بعض من الجمهور بيتهجم علينا، طب ليه؟ طب ما تفهموا القصه في ايه؟ واللاعب مش غلطان، اللاعب اتظلم واتكلمنا كذا مره في الموضوع ده. لكن اللاعب النهارده انت بتتكلم لاعب بقيمه وحجم كهربا اي نادي يتمناه. ولو جيت بصيت كهربا ابن مين؟ ابن نادي مين؟ ابن ابن النادي نادي الاهلي. الاهلي. اه ابن نادي الاهلي. طيب هو دلوقتي كهربا يعني لما جه الاهلي عايزه وبيكلمه وبيتفاوض معاه دلوقتي يعني، الزمالك بقى متمسك وبتاع. طب ما انتوا حضرتك انت جبت لعيبه من بره بملايين الملايين وما ما فادتش نادي الزمالك. طب ما كنت في ايدك ان انت تشوف اللاعب عايز ايه ومحتاج ايه، لان غيابه فارق معاك. وافضل هاف افضل هاف ليفت في مصر يعني، طبعا وغيابه فارق طبعا مع نادي الزمالك. طبعا. قبل اي شيء يا كابتن انا بقول لك كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد ميلادك، وانت طيب وكانت وبخير يا الحفله دي حبيبي. كان موجود كهربا حاضر في الحفل نعم لعيد ميلادك، وطبعا كابتن خالد الغندور عرض صور للحفل برضه في برنامج الزمالك اليوم. والله والله يا كابتن هادي، انا بشكرك اولا وبقول لك ربنا يخليك. تسلم. لكن حته مساله كابتن خالد الغندور، فانا مش بقول حاجه، انا بقول ان كابتن خالد الغندور ربنا يهديه يعني. احنا بنقول ربنا يهدي كابتن خالد الغندور. كابتن خالد الغندور انا معلش هتكلم معاك، انا ما ينفعش اتكلم لان قناه غير القناه، بس معلش طالما انت فتحت الموضوع ما لازم اتكلم بقى، معلش تفضل عشان انا تفضل شايل تفضل شويه يعني، تفضل. مع ان الواحد ما بيشيلش يعني. فكابتن خالد الغندور لما كان في دريم ما كانش بيعمل الكلام ده. فكابتن خالد يعني اسم كبير ولاعيب كبير، فمش محتاج ان هو يطبل يعني، ركز على الحته دي بقى، مش محتاج ان هو يطبل تمام. فمالهوش لازمه ان هو يطلع يطبل في القناه عشان بيقبض من رئيسه بص ها، دي حرية شخصية يا كابتن. ويطلع يقول كلام اصلا كلام ما اه يقولش. ده ده عيد بص يا ميلادي انا، كابتن، بص دي حرية ده عيد شخصية ميلادي انا. وهو هو حر قال يعني. كابتن هو قال كابتن انت ابراهيم. لبست كهربا ومش كهربا، هو لا عيد لا ميلادي كابتن انا، هو الراجل عامله ليا انا. كابتن ابراهيم بص، دي حرية شخصية وحاجة ترجع له، تمام؟ دي حرية شخصية، احنا ما نقدرش نتدخل او نقدر نتكلم، ما نقدرش نتكلم فيها. كل حاجه، بس انت ما تتهجمش علينا، لا انت لا لا بتتهجم علينا بتاع ايه؟ وازاي انت بتقول لابس تيشيرت ترنج احمر ولابس في فرنسا برضه ترنج احمر؟ هو انت بتعاتب اللاعب على اللبس؟ على طب تيشيرت. يعني انت ما بتلبسش تيشيرت احمر؟ ما احنا برضه نتكلم بالعقل يا كابتن هادي. فربنا يهديه، بس ربنا يا يهديه، رب نهدي الجميع واللي في يا الخير كابتن. يقدمه ربنا، واللاعب مركز برضه مع فريقه ان يعني، شاء الله اللاعب مركز مع فريقه، النادي قافل البرتغالي وربنا ان يكرمه شاء الله طبعا. وكهربا كهربا صفقة مهمة جدا لأي نادي في مصر يعني، أي نادي في مصر يتمناه ان شاء يعني، الله باذن الله سواء في مصر أو في الخليج أو في الدوري الأوروبي في أي نادي في أوروبا. ان شاء الله فكهربا الحمد لله اسمه ان سمع شاء الله يعني، ان شاء الله يا كابتن وإن شاء ابراهيم، الله قريب هيكون في وان منتخب شاء الله مصر إن شاء تنورنا الله. هنا باذن الله زي ما اتفقنا. شكرا شكرا كابتن ابراهيم.
طبعا مكالمة كابتن ابراهيم وضحت حاجات كتير قوي كانت غايبة. انا عارف كابتن ابراهيم من زمان جدا، وهو صديق جدا جدا لعمر الوحش وصديق جدا لكهربا، فانا حبيت افتح معاه موضوع كهربا. بس انا يعني لاحظت، يعني انا في كلام بينه وبينه بره، وفي كلام بينه وبينه في البرنامج، ما اقدرش انا اتكلم الكلام اللي بره، اللي على البرنامج اهو قال. بس هو ما كانش حابب يحط وضوح قوي، هو الراجل عنده حساسيه او عنده مثلا نقطه ان انا مش عايز ازعل جمهور نادي الزمالك مني، ولا جمهور نادي الاهلي، ولا جمهور الاسماعيلي. هو شخصيه محبه جدا، وشخصيه محترمه جدا، والناس بتحبه. وكل اللعيبه على فكره بتحبه جدا. يعني انا شفت علاقه اللعيبه بالكابتن ابراهيم مدبولي. فانا لما اتكلمت معاه وفتحت موضوع كهربا، انا عارف كويس جدا ان هو يعرف كل حاجه عن كهربا. كهربا في النادي الاهلي أم مش في النادي الاهلي، هو عارف، بس ما حبش يخسر جمهوره. هو عارف القرار، وانا برضو هو ما يزعلش مني، لان انا لما قلت ان كهربا فعلا مضى، وانا متاكد انه من كلامي انه مضى 4 سنين ونص في النادي الاهلي، بس هو مش منه هو، لان في ناس كتير عارفه هذا الكلام، ناس كتير قوي عارفه الخبر ده. فطبعا الكابتن ابراهيم مدبولي لما اتكلم، هو مش عايز كل اللي في باله، هو مش عايز يخسر جمهور نادي الزمالك. هو لو في بعض من جماهير نادي الزمالك بتحبه وتعشقه، وكابتن ابراهيم راجل مشهور يعني، وعارفينه وعارفينه، فمش عايز يزعلهم، مش عايز يخسر جمهور الزمالك ولا جمهور ايه؟ جمهور الاهلي. هنرجع تاني لموضوعنا بقى عن البطوله الافريقيه. هنتكلم عن قرعه البطوله الافريقيه للنادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا وقع في مجموعه معاه نجم الساحلي، ومعاه الهلال السوداني، والفريق الزيمبابوي. طبعا هيكون اول لقاء ما بين النادي الاهلي ونادي نجم الساحلي في سوسه. ده هتكون مباراه قويه جدا، هنقدر نقول اختبار صعب للمدير الفني للنادي الاهلي. وبعض من الجماهير فرحانه باللقاء الاول ما يكون بين نجم الساحلي خارج الارض، علشان برضو عايزين يحطوا المدير الفني بتاعهم تحت ضغط، عايز يحطوا المدير الفني. الجماهير مستنية ان يشوفوا المدير الفني للفريق قدام المباريات القوية هيبقى عامل ازاي، عايزين يطمنوا البطولة دي بتاعتنا ولا لا. النادي الاهلي زمان لما كان ياخد البطولة كان يعمل ايه بقى؟ كان ينزل البطولة من اولها او من اول دور المجموعات، كان يظهر بمظهر جيد جدا، كان يظهر للجميع يقول لك البطولة دي بتاعتي، كان بيعرف الجميع بكده. فالنادي الجمهور منتظر ده، منتظر ان المباراه الاولى خارج الارض في سوسه، لا، لما انزل واعمل مباراه جيده، واعمل مباراه كويسه، وقد افوز او قد اعادل، بس اعمل مباراه جيده. وفي الاخر بعد المباراه الجماهير بتحكم، شافت المباراه ومباراه قويه وخارج الارض وفرقه منافسه في البطوله الافريقيه، فبتلاقي الجماهير كده في راحه. البطوله دي للاهلي او مش للاهلي، بتبقى عارفين، بيبقى يعني عايز اقول لك يعني النادي الاهلي وصل السنتين الماضيين لنهائي دوري الابطال، لحد ما يوصل للنهائي كده يعني ما الاداء يقول لك الاهلي مش هياخد البطوله. حتى لو وصل للنهائي، لما كسب الترجي هنا 3-1، الكل توقع بالاداء ده الاهلي هيروح هناك ومش هيكسب، لان النادي الاهلي من بدايه الموسم او مدة دور المجموعات مش هو النادي الاهلي اللي هو ممكن ياخد البطوله دي. فاكر السنه دي احنا شايفين بفال خير ان شاء الله مع المدير الفني للنادي الاهلي، ان هو نازل بسيستم او نازل بسياسه جديده او سياسه قديمه كان بيشتغل بيها جوزيه. وهل فعلا المدير الفني هيكون خليفه جوزيه في البطوله الافريقيه ويقدر يحصل على البطوله الافريقيه للنادي الاهلي؟ لان هو ده الشرط الجزائي اللي محطوط في العقد للمدير الفني، شرط الجزائي للنادي الاهلي هو البطوله الافريقيه. اما لكن لو هنتكلم على نادي الزمالك، احنا هنتكلم على اساس ان نادي الزمالك في البطوله الافريقيه مش الكونفدراليه، لان نادي الزمالك مش تقيل عليه انه يكسب 1-0 ولا يكسب 2-0، لا هيكسب. معاه حارس مرمى كويس طبعا، محمود علاء مدافع كويس، محمد عبد الغني، محمد عبد الغني فيها لعب باك رايت، حمدي النقاط، ام حازم امام، في بقى عبد الله جمعه شمال، فرجاني، في طارق حامد، في فرقه محترمه هتقدر تنافس على البطوله، وهتقدر تنافس برضو مع النادي الاهلي. انا اتكلمت قبل كده وتوقعت لما شفت اداء نادي الزمالك في مباريات الكاس، قلت نادي الزمالك مع النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، قبل ما احكم على المدير الفني ده، لان انا كنت متفائل جدا بيه قبل ما اشوفه، كنت متفائل جدا ان المدير الفني ده هينجح مع النادي الاهلي. فعشان كده كنت متوقع ان البطوله دي هيكون نهائي دوري الابطال ما بين الاهلي والزمالك. بس نادي الزمالك، اتمنى من نادي الزمالك انه يرجع
ويبقى احسن من الاول، يقف على رجله تاني. نادي الزمالك عنده كتير، بس اتمنى ما حدش يتكلم، يعني نكتم شويه، نقفل بقنا شويه. مش الفرقه، احنا يهمنا نادي الزمالك والنادي الاهلي، هم قطبي الكره المصريه، يكونوا هم واقفين على رجليهم. نكتم يعني، ما نتكلمش. لو في تصريح زي ما مثلا ما عمال اتكلم وخبط في ده وخبط في ده وخبط في ده، طب ليه يعني؟ ليه اخبط في ده واخبط في ده واخبط في ده؟ انا مش عايز اذكر اسامي، بس ليه يعني اتكلم على ده واتكلم على ده؟ لا ده عمل لك حاجه ولا ده عمل لك حاجه، ولا ده اذاك ولا ده اذاك. ده كل اللي بيتكلم عنه انه هو بيتكلم عن فريقه. كلامه هو البطوله، كلامه هو البطوله، كلامه هو الكوره، على النادي الاهلي، على محمود الخطيب، على الاستاذ عبد الحفيظ. دلوقتي دول الناس ما بتتكلمش، ناس ما بتردش، ناس ما بتنفعلش، ناس مش كل شويه في الاعلام تتكلم على ده وتتكلم على ده وتتكلم على ده. ناس بتطلع تتكلم بتشوف شغلها. كلامهم هو الرياضه، كلامهم هو المباريات، كلامهم هو المكسب. اكسب هو ده الكلام، انا بعرف ارد عليك اهو. لكن لما انت كل شويه تطلع تتكلم وتقول هعمل وهعمل وتفضح وكلام مفيش اي اثبات لي، انت محدش بيصدق، محدش بيصدق الكلام ده. يعني محدش بيصدق الكلام اللي انت بتقوله، لان هم كل الجمهور يعرف مين هم رموز النادي الاهلي، نادي الزمالك. امس طبعا طلعت تتكلم وتتكلم بتقول مين هو احمد حسن ومحمد شوقي ان هم يطلعوا يختاروا في قرعه البطوله الافريقيه. هقول لك مين هم محمد شوقي واحمد حسن. طبعا احنا عارفين هو من هو في نادي الزمالك، حازم امام. طبعا ده اتظلم، او اتظلم لان هم فعلا الاتحاد الافريقي كان المفروض يطلبوا شخص زي حازم امام. ماشي، هنتكلم. محمد شوقي واحمد حسن، الناس دي عملوا تاريخ، عملوا تاريخ في نادي الزمالك. مين هو عمل تاريخ؟ لو هنتكلم مين هو عمل تاريخ، مع ان في نادي الزمالك في نجوم كتير كان موجود احسن من النادي الاهلي، زي احمد حسام ميدو، زي غيره 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 غيره. بس كانت المشكله في ايه؟ المشكله ان نادي الزمالك اللاعب يظهر في سنه ابيعه، جالي فيه عرض ابيع ابيع، ما عملتش تاريخ للاعب علشان يبقى واقف على رجله زي اللعيبه دي. النادي الاهلي كان لما بيعمل مجموعه من اللعيبه، احمد حسن، محمد شوقي، تريكا، بركات، وائل جمعه، سيد معوض، الناس دي مهما كان اصولهم وصلوا ونجومتهم عليوا، النادي ما يبيعش، النادي يشتري، النادي يدفع. مش الهدف ان انا اول ما اللاعب ما يظهر عندي ابيع. طلع تتكلم وبتقول النادي الاهلي احمد حسن، محمد شوقي يطلع ليه؟ مين هم احمد حسن ومحمد شوقي؟ لا، احمد حسن ده اخذ احسن لاعب على افريقيا مرتين، محمد شوقي هو اللي احرز الهدف في البرازيل. ابو تريكه مش ارهابي، ابو تريكه مش ارهابي، ابو تريكه راجل المصريين كلهم بيحبوه، المصريين كلهم بيحبوه ابو تريكه. محدش طبعا، انا مش عايز اتدخل في النقطه دي، فانا طبعا هعمل ايه. معانا مداخله تليفونيه الاستاذ عماد. الو. الو، السلام عليكم، ازيك يا باشا؟ السلام ورحمه الله وبركاته. سعاده البيت. اهلا اهلا يا باشا. منور الدنيا. ازاي ما عليك يا هادي بيه؟ طبعا احنا بعد نجاح الحلقه الماضيه، الحلقه اللي فاتت، انا قررت انك تبقى معايا النهارده. طبعا انت اعتذرت، انا كنت عايزك تطلع معايا النهارده برضو ضيف في البرنامج، بس انت بسبب اعمالك ومشاغلك فاعتذرت، فانا بقدر ده كويس يا كابتن. حبيبي، انا يسعدني طبعا ان انا اكون معاك في كل حلقه. حبيبي، لان انت من الناس المحترمين، وانا برنامجك من البرامج المفضله عندي. لا برضو على فكره، قبل ما انا بتكلم عليك، كل العاملين بالقناه بيحبوك جدا، يعني بعد الواجب اللي انت عملته معاهم بعد ما طلعنا. طبعا لا، انت اصريت انك انت اللي عايشهم معانا. لا، دول حبايبي بالامانه، مجموعه محترمه جدا من التزام، من الاساتذه، المخرج والانتاج وحتى التصوير، يعني كلهم ناس افاضل وناس محترمين. طبعا عشان ما انساش حد، بس خليني في البدايه الاول اهني الشعب المصري ب عيد اكتوبر المجيد، ودايما يبقى عيد في كل خير ان شاء الله. ومصرنا حلوه قوي، ومصر قويه جدا. وبرضو بقدم التعازي لاسره المرحوم استاذ طلعت زكريا. طلعت زكريا الفنان الكوميدي. طبعا ما تفوتناش دي، لانه ادى لمصر كتير فعلا يعني. ثانيا بقى، انت برنامجك مش هتكلم كتير، لانه حبيبي. اعتقد انه واجه بحري بالكامل. حبيبي، انت عارف ان انا من الغربيه. طبعا طبعا، واجه بحري بالكامل بيتابع البرنامج عن كثب يعني. حبيبي،
وانا وانت بتمنى على منور المستوى الدنيا، الشخصي وان شاء الله انت ربنا تكون الحلقه يخليك، اللي جايه معايا عشان تكون فاهم برضه. ربنا ان شاء الله ان شاء الله الخميس الجاي ايوه باذن انا الله نكون مع ورطتك بعض. معايا على الهوا اهو، لا ورطتك معايا على الهوا. يا اخي انا بابا سعيد، انت عارف انا بابا عايز اطلع معاك علشان اشوفك واشوف الاخوه الافاضل حبيبي حبيبي تنور بجد، الدنيا تنور اداره الدنيا. ناجحه، اداره ناجحه فعلا، اداره القناه ناجحه جدا، وناس انا بعتز بيهم. حبيبي وانا تنور. متابع الحلقه طبعا من الاول، وعايز اتكلم عن نقطه بالذات اللي هي بتاعه الكهرباء. ايوه لا هو فعلا، هو فعلا كهرباء، الجميع بيؤكد انه مضى للنادي الاهلي لاربع مواسم ونص مقابل 60 مليون جنيه. تمام تمام؟ تمام 60 مليون بيبقوا تقريبا يعني في 55 للاعب وخمسه اللي هم الشرط الجزائي بتوع النادي و10 ضرائب. الاهلي. هو بقى معلش التقسيم، انا بتكلم على ان في خمسه شرط جزائي للنادي البرتغالي تمام من ضمن صفقه 60 مليون. تمام ده انت بس طبعا متابع بقى. الصفقه ايه؟ متابع. طبعا طبعا. بس عموما هي الصفقه عباره عن ايه؟ في يعني النادي الاهلي نادي عريق ونادي يحترم وادارته من اداراته ممتازه جدا، وكذلك نادي الزمالك، لكن النادي الاهلي استعان بخبير دولي، خبير كهرباء دولي، علشان يعرف النواحي القانونيه بالنسبه لصفقه الكهرباء، علشان نادي الزمالك بيلوح تمام انه ممكن يشتكي. تمام 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 المفروض حسب اتفاق ان كهرباء هيرجع لنادي الزمالك، فكده بيحق لنادي الزمالك ان هو يشتكي في حاله انضمام اللاعب للنادي الاهلي. تمام تمام ودي مش هتفوت الشؤون القانونيه في النادي الاهلي. تمام يعني الشؤون القانونيه في النادي الاهلي فعلا استعانوا بخبير كروي علشان يعرفوا، خبير دولي علشان يعرفوا النواحي القانونيه دي. طبعا وهي تعتبر الصفقه ناجحه. تمام. واحنا بنتمنى له الشفاء، ان شاء الله. وزي ما قلت قبل كده طبعا، ان شاء الله. ومش عايز اكرر، ان شاء الله. الشفاء، كل الشفاء ان شاء الله لكابتن بإذن. مؤمن زكريا. انا طبعا بشكرك والكابتن جدا على جندي. الكلام الجميل يا ربنا يخليك، سعاده ربنا الباشا. يخليك، ونلتقي ان شاء الله الخميس اللي جاي، ونلتقي باذن الله يوم الخميس. وانا بقى هغرمك في العشوة اللي جاي ان شاء الله. حبيبي ده عليا انا بقى. شكرا حبيبي، شكرا حبيبي، سلام. متشكرين متشكرين، وسلام للجميع. شكرا 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 يا باشا. اتفضل يا كابتن. الاستاذ عماد من الشخصيات المحترمه جدا، من الشخصيات اللي فعلا انا كسبتها في حياتي. اللي يعرف شخص زي ده بمعنى كلمه راجل، بمعنى كلمه راجل. طبعا يعني انا النهارده انا فتحت مجال المداخله لاي حد عايز يعمل مداخله معايا. انا ما بتصلش في حد غير هما تقريبا، كان اول مداخلتين. وطبعا الاستاذ عماد دخل على اساس ان هو فعلا زي ما تقول كده حب يعتذر لي، لانه فعلا كان جاي لي النهارده الحلقه بتاعت النهارده، وهو طبعا اعتذر بسبب ظروف عنده وهو مسافر. هنرجع تاني هنتكلم عن قرعه البطوله الافريقيه لنادي الزمالك، واقع في مجموعته طبعا. يا جماعه في دوشه، بس معلش انا مش سامع، في دوشه. فطبعا هنتكلم عن نادي الزمالك، وهنتكلم عن نادي لان طبعا نادي الزمالك ان شاء الله اذا كسب باذن الله وهيكسب نادي الفريق السنغالي، وهيتخطى المرحله دي وهيكون في دور المجموعات مع الانديه المتاحه ليه في البطوله اللي وقع عليها في القرعه، وهيوصل باذن الله لمراحل متقدمه، وهيبقى النهائي ما بين الاهلي والزمالك ان شاء الله. طبعا احنا انا في مداخله، في حد بيتصل طبعا علينا. معانا مين؟ ام احمد من اسكندريه. اهلا ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ معايا البرنامج لو سمحت. ايوه معاك، اتفضلي. البرنامج على الهوا لو سمحت. ايوه انت على الهوا، اتفضلي اتفضلي. يا اهلا وسهلا، ازيك يا ابني، ازيك عامل انا ايه؟ انا تحت امرك يا حبيبتي، اتفضلي. انت اخبارك تسلم ايه؟ يا حبيبي، الله يبارك، والله الحمد خير. لله انا كويسه، بحسكم كلكم والله. ربنا يكرمك يا رب. انت ربنا تمام؟ يخليكم يا اتفضلي. حبايبي اتفضلي. تسلم يا حبيبي، اتفضلي. انا بس طالبكم بس في طلب صغير يا حبايبي. اتفضلي، احنا عنينا ليك، اتفضلي. الله يخليك. انا عندي ابني كان لعيب كوره. تمام. فهو جات له اصابه، ويعني وعينه ما بيشوفش بيها، وعنده رجليه الاثنين يعني. لحظه بس، يعني هو جات له اصابه
جات له اصابه من اصابه في رجله ولا في عينه؟ مش اصابه في عينه وفي رجليه الاثنين، عند رجله بقت يعني اتعوجت شويه. تمام. اتعوجت وبقت رجله دلوقتي الاثنين بايظين. ايوه. وعينيه ما بقاش بيشوف فيها. وعنده عينه ما بقاش يشوف بيها. ده ايه؟ عنده عين ما بيشوفش بيها خالص. ده من ايه بقى؟ كان وقع، هو وقع، كان هو لعيب كوره. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي. فهو وقع على وقع، أما وقع كانت عينه ما بيشوفش بيها. تمام. وعنده رجليه الاتنين باظت، وعنده حالته النفسية تعبانة خالص. طب هي معلش، هي عينيه خبطة ولا من حالة نفسية؟ لا عينيه خبطة. خبطة. وقع. تمام. كانت أساسها حادثة. تمام. يعني حادثة، كان ماشي في سموحة عربية خبطته، فهي عينه ما بيشوفش بيها. تمام. وكان لعيب كوره زميل لكم في القناه يعني، وانا بطلب طب منكم. طب يا حاجه بص، احنا نقدر نخدمك ازاي؟ اتفضلي. بص حبيبي، انا دلوقتي يعني هو اللي بيعني، انا كان باباه مش هنا، قعد 14 سنه مش موجود. ايوه. واما جه خد مننا الشقه، واحنا قاعدين دلوقتي في دكان في شارع، معايا ثلاث بنات وولد. تمام. ابني ده اللي بيعني. تمام. اللي بيصرف علينا. تمام. فأنا دلوقتي بطلب من حبايبي وعيالي إن يساعدوا أخوهم دلوقتي، ابني دلوقتي احنا ما كلنا بيشتغلش. ولادك يا حاجة. الله يبارك لك يا ابني، والله يا ابني أنا متبهدلة، لو أنا أم كنت بشتغل وكنت كويسة. أنا جت لي جلطة في رجلي، ما بقتش أقدر أشتغل، أنا قاعدة دلوقتي اهدي يا حاجة. اهدي يا حاجة. طب بصي، انت هتسيبي رقمك في كنترول، تمام؟ واحنا هنتواصل معاكي بعد البرنامج. انت هتسيبي رقمك في كنترول، واحنا هنتواصل معاكي بعد البرنامج، وما تقلقيش من اي حاجه، ما تقلقيش من اي حاجه، واحنا هنكون معاكي ومش هنسيبك، وانا هكلمك بنفسي بعد البرنامج وهطمنك، ما تقلقيش. طبعا يعني دي حاله محزنه جدا، يعني لاعب كوره بيلعب كوره في نادي، هي بتقولي في اسكندريه، عمل حادثه، طيب رجله فيها مشكله وما بقاش في عين عنده، ما بيشوفش بقى، الظروف بايظه خالص. طبعا هي بتقول ده انا يعني هو اللي بيساعدني وهو اللي شايلني وهو اللي بيصرف. فاحنا طبعا انا يعني لو فعلا اللاعب ده مقيد لاي نادي منتمي ليه، فاتمنى ان النادي ده يكون بيتكفل بكل مصاريف العطله دي. وبتمنى لو في اي حد من بعض الزملاء او بعض اللاعبين اللعيبه، ان احنا نقدر ندعم لاعب صديق ليكم زي ما دعمنا مؤمن زكريا او غيره وغيره وغيره على اي لاعب مصاب، فده برضه هو لاعب كوره، وربنا يعلم الظروف لاي شخص او لاي بني ادم. فانا بتمنى ان احنا نعمل دعم للظروف اللي زي كده، دي حاجه في الرياضه، واحنا دايما بندعم اي شيء في الرياضه لعانه الظروف، لعانه الظروف. فطبعا انا عايز اطمنك ان شاء الله ما فيش اي مشكله، وان شاء الله احنا هنجيلك، وانا هكلمك بعد البرنامج واسمعك للاخر، وان شاء الله تطمني يا عم. تمام. معايا طبعا مكالمه تانية، كابتن ميدو. اهلا كابتن ميدو. اهلا بيك يا كابتن هاند، عامل ايه؟ انت اخبارك يا حبيبي؟ الله يخليك، منور الشاشه حبيبي يا كابتن ميدو، انت ده نورك. الله يكرمك يا رب ويصلح حالك. معلش بس يا كابتن ميدو، وطي التلفزيون بس واسمعني عشان بس انا اسمعك كويس. اتفضل يا كابتن. ماشي. طبعا كابتن ميدو مدرب او وكيل؟ انا هتكلم مدرب او وكيل. لا، وكيل. وكيل لاعبين. كابتن ميدو وكيل لاعبين لشركه الاتحاد سبورت، صح كلامي؟ تمام. طبعا احنا عارفين ان في ان شاء الله فرع عايزين نتكلم عنه، لان انت هتكون المسؤول الاول لفرع شركه الاتحاد سبورت بالمنصوره ودمياط باذن الله يا رب. انا طبعا يعني على كلامك معايا ان في شغل محترم جدا، وفعلا بالصوره يعني انت كمان باذن الله بالصوره. اتكلم على كل التفاصيل الشغل اللي انت عامله في المنصوره ودمياط يا كابتن ميدو، اتفضل. باذن الله هيبقى شغل محترم بمجهودك معانا يا كابتن ان شاء الله. هادي ولنا الشرف باذن الله اللي احنا كلنا بندير المنظومه اللي حضرتك رئيسها. تمام. تمام. اللهم صل على النبي. انت حضرتك برضك شفت المقر، باذن الله يبقى على اعلى مستوى، يبقى افتتاح على اعلى مستوى في دمياط والمنصوره. باذن الله الافتتاح في دمياط هيبقى يوم 2/11
يوم سبت باذن الله اليوم الاجازه بتاعك ده حاجه كده ان شاء عشان الله تشرفنا ان شاء تكون الله. موجود. طبعا طبعا الله يخليكم باذن الله هيبقى في المنصوره. طبعا، انت واخد ملعب في المنصورة وفي دمياط. واخد ملعب استاد دمياط الجديد والقريه الاولمبيه في المنصوره. تمام، انت هتعمل الافتتاح للاثنين في يوم واحد؟ بإذن الله، بإذن الله هيبقى الافتتاح يوم 2/11، والافتتاح الثاني هيبقى بعده يوم السبت الثاني اللي موافق بعده على طول. ده الافتتاح الأول منصورة أم دمياط؟ لا دمياط بإذن الله 2/11. ال 2/11 دمياط، والأسبوع اللي بعده المنصورة. بإذن الله. طبعا أنت بتقول عامل هناك عندك مكتب على شكل مستوى عالي، يعني أنت حتى بإذن بعت لي الله. الصور. لا أنا شفت المكتب فعلا حاجة على مستوى عالي جدا، وشغل فعلا مبين إنك أنت عايز تعمل شغل للبلد، وعايز تعمل تخدم. انت كل الهدف منك، من طريقه كلامك معايا، كل الهدف انك انت تخدم البلد وتعمل حاجه ليك وللبلد، مش أكيد هدف أكيد. اي مقابل مادي او اي حاجه من دي خالص. لان يعني لا كل لا اللي ما شايفه فيش منك مقابل انك انت مادي. انك انت عملي. بإذن الله ما فيش مقابل مادي، ما فيش العك اللي أنت سامع عنه اليومين دول يا كابتن هادي. كل المطلوب منك طبعا ان احنا نعمل خدمة للبلد، وننزل يعني ان شاء الله كل نجوم البلد هيتم تسويقها لبعض الأندية أكيد أكيد بإذن الله بمجهودك معانا بإذن ان الله. شاء الله. وطبعا يعني انا وعدتك يعني هيبقى في حلقة بإذن الله معاك هنا معايا، علشان هتكلم على الـ الاختبارات وعلى الفرع الجديد بالمنصورة ودمياط بإذن شرف الله يا ليا كابتن. يا كابتن هادي، شرف هتنورني ان شاء ليا. الله، هتنورني. شكرا كابتن ميدو، شكرا. طبعا قبل اي شيء هتكلم على المكالمتين الاخيرتين، الحاجه ام احمد. طبعا انا عارف ان هي متابعاني دلوقتي، فانا بطمنها، وبعد البرنامج انا هكلمك وتطمني بخير. اما عن الكابتن ميدو، طبعا شخص محترم جدا، ده انا اتكلمت قبل كده وهو شايف البرنامج واتكلم، وعايزين نفتتح فرع. قابلني وقعدنا مع بعض، وهو شخص انا طمنت له جدا جدا. لا انا مش لما الشركه هتعمل فرع من فروعها، علشان تعمل فرع لازما تكون عارفه انك انت هتعمل الفرع ده علشان اهم حاجه الخدمه فقط لا غير. فلما قعدت معاه، هو طبعا طلب مني انه يعمل فرع في المنصوره وفي دمياط، وانا من كلامه معايا انا حسيت ان هو شخص عايز يعمل حاجه للبلد، عايز يوصل بحاجه، يوصل بهدف. لا ده مش بيتعامل في ناشئينه بس، في افارقه كمان هيتعامل مع بعض اللعيبه الافريقيين. لسه بيتكلم معايا النهارده، معايا لاعب من غانا مع المنتخب الاولمبي، هيكون متواجد الشهر الجاي في القاهره، وعقده هينتهي هيبقى فري من شهر واحد. بيتعامل مع اللعيبه الافارقه، ومع ده ومع ده ومع ده. وطبعا انا عايز اتكلم عن نفسي، انا بقول انا ده شخص محترم، انا كسبته، لان ان شاء الله هيكون في تعامل كتير جدا الفتره اللي جايه، وهيكون بالخير ان شاء الله كابتن ميدو. طبعا يعني انا مجهز كده برضو معايا كومنتات يعني عايزين نقولها مع بعض، وفي توقعات لمباراه الاهلي والزمالك، لان انا كنت قايل ان في توقعات لمباراه الاهلي والزمالك يوم 19 اكتوبر، فهنقولها مع بعض كده التوقعات. معانا طبعا هنا في لولا شعبان مثلا بيقول لك 5-1 للاهلي، وعايز يوصل رساله لبعض من المسؤولين للنادي الزمالك. مش هكمل. فاحمد عبد الهادي بيقول مكسب الاهلي 2-0، قفشه ومحمد الشناوي بتصدياته، يعني محمد الشناوي هو اللي هيكسب الاهلي بتصدياته، وقفشه هو اللي هيحرز الاهداف. الاستاذ ابراهيم جمعان بيقول حبيبي يا نجم تحياتي ليك، مبروك دوري درع الدوري للنادي الاهلي والاعضاء النادي، وتحياتي للكابتن احمد منجم. انا بحييك استاذ ابراهيم، دايما بتتواصل معايا في كل حلقه من حلقاتي، وطبعا انا بشكرك. في الاستاذ رمضان ابو السقا، بتوفيقك يا كوتش. هو الماتش امتى يا شباب؟ الماتش هيكون يوم 19 اكتوبر، هيكون الساعه 8 مساء. في طبعا محمد زارع بتوقع فوز النادي الاهلي 2-0. في محمد ميزو
انا زملكاوي وفوز الاهلي 2-1. طبعا ده زملكاوي وطبعا يعني شايف الواقع فبيقول لك النادي الاهلي هيكسب 2-1. طبعا انا سعيد جدا بمشاهدتكم ليا. انا ان شاء الله انتظريني في فقره، انتظروني غدا ان شاء الله 12 ليلا. وبشكر لكل العاملين بالقناه، بشكر الاستاذ محمد دري وورث تحرير البرنامج، والاستاذ محمد المالكي، والاستاذ تامر الاعداد، والاستاذ محمد سمير، والاستاذ محمود عزت المخرج. وبشكركم جميعا، انتظرونا غدا الساعه 12. السلام عليكم.